عوضتوا علا الفارس؟ جرى حديث مع كثير من الزملاء. عودة الفارس زميلة أعرفها جيدا، لكن ما تفاوضنا معها بخصوص العمل معنا في العرب، ولكن التقيت بهؤلاء أكثر من مرة. لأنه هناك دارت يعني إشاعات كثيرة أنها ستنتقل للعرب، هذا صحيح؟ أهلا وسهلا بها إذا حصل. لا، هذه مفاوضات صحيحة أو ستنتقل أو لا؟ لا لا لا، لا يعني لن لا تنتقل. لا أستطيع، لكن شوف، لا لن أستبعد أنه ينتقل معنا أي أحد. شوف، ال 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 يجب أن ننطلق الآن في 1 فبراير. طيب، من